سمبوسك محشيه تونه عباره عن بصل احمر، جبنه مثلثات، وتونه هنحط عليها كمان رشه ملح، رشه فلفل، معلقه ليمون، عصير ليمون، وممكن نحط عليها جزر لو عايزين او بقدونس. هجيب شرايح السمبوسك كده، ممكن نحط معاها على فكره رنجه، مش مع التونه، لا بعيد عن التونه، ممكن مع التونه تحطوا انشوجه لو عايزين او سردين. طيب هحط رشه ملح، رشه فلفل، ماشي، هنحط حبه بصل، بصل احمر مع التونه احلى ميكس في الحياه. الجبنه مش كتيره، خلاص احنا عايزين 3 مثلثات على يعني دي علبه تونه واحده هنعمل بيها كميه حلوه. عايزين بقى، عايزه اقول لكم بقى على مسلسل اجازه مفتوحه بتاع شريف منير. المسلسل ده اتعرض تقريبا من 3 4 سنين، ان هو كان بيشتغل وفجاه خد اجازه من الشغل، فبقى هو مسؤول عن ان هو يعمل وصفات الاكل. واصلا الفنان شريف منير بيحب يطبخ في الحقيقه، فهو في المسلسل طالع فعلا بيطبخ حلو. لما عزمهم على الفسيخ والرنجه مع زميلنا الجميل الفنان مراد مكرم، كان هو اصلا غيران عشان هو بيعرف يطبخ، ومراته كانت مبسوطه قوي بالاكل ومبسوطه جدا، وهو عمال وهي عماله تشعر في اللي هو عامل الفسيخ وعامل رنجه بطريقه حلوه، فبيقول لها عادي يعني هو شويه فسيخ جايبهم من الراجل وحط عليهم زيت وليمون، وما كانش راضي يديها الوصفه. بس اللي انا عايزه اقول لكم حاجه، ان فعلا كل بني ادم ليه نفس، يعني حتى انا بقول لكم الوصفه اهو، محدش هيقدر يعملها زي ما انا بعملها، بالعكس ده في ناس ممكن تعملها احلى مني كمان. كل واحد ليه البصمه بتاعته او ليه النفس بتاعه في الاكل. اهم حاجه نعمل اكل بحب، نعمل اكل واحنا مبسوطين، حتى لو عندنا امكانيات قليله من الاكل او ما عندناش وصفات كتير، بس ممكن احنا نخترع زي ما انا اخترعت دلوقتي بالبطاطس، عملنا وصفه ثانيه مع المكرونه والسمبوسك وهنعملها بالتونه، ممكن نعمل كمان وصفه كمان نشوف ممكن نعملها ازاي. فهو ده اللي بقول لكم عليه، اهم حاجه النفس، ونعمل اكل بحب، ونبقى واحنا عازمين الناس مبسوطين واحنا بنقدم لهم الاكل ده. فهو كان غيران جدا، ومراته كانت بتقول له انت عاملها ازاي، انا عايزه الوصفه منك عشان تعملها حلوه قوي. بصوا بقى بنعمل السمبوسك كده اهو، ونقفلها بميه ودقيق او ميه بس، ممكن هنا اكتفي بالميه بس كده كده، نقفلها كويس قوي عشان ما تفتحش مننا. ننزل، ماشي، ننزل هنا كده اهو،